بالنسبة للسنوات الأخيرة بين 2020 و2022 القليل يعلم بأن الجزائر اليوم ليس تستورد أي طن من هذه المادة اللي نسميها لي تورتو هي اللي يعني متوجهة مواد أولية متوجهة للغذاء الحيواني. في 2019 كانت الجزائر تستورد أكثر من 500 مليون دولار أمريكي بالنسبة لهذه المادة، هي المادة أساسية بالنسبة لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء إلى آخره.